تحتفل اليوم وزارة الخارجية المصرية بيوم الدبلوماسية الذي يتم فيه الاحتفال في 15 من شهر مارس من كل عام. في بيان لها قالت الوزارة إنها خصصت هذا العام للاحتفال بالمرأة في العمل الدبلوماسي وإبراز ما قدمته من جهد وحققته من نجاحات منذ إقدامها على اقتحام العمل الدبلوماسي في أوائل ستينيات القرن الماضي، مشيرة إلى أن الجهاز الدبلوماسي المصري حريص على أن يعكس الوجه المشرف للمرأة المصرية. المرأة في الدبلوماسية المصرية عمل وجهد من أجل الوطن. تنفرد مصر منذ القدم بمحددات جيوستراتيجية فريدة فرضتها حقائق التاريخ والجغرافيا، وكان لها دوما تأثيرها في مواقف مصر وأهداف سياستها الخارجية على مر التاريخ. ويزخر التاريخ المصري بالعديد من الرائدات المصريات في جميع المجالات، هن نساء نفخر بهن على مدار التاريخ. استطعن أن يغيرن تاريخ هذا البلد ويلهمن نساء العالم أجمع. كان هناك دور هام اطلعت به المرأة الدبلوماسية المصرية. فالعمل الدبلوماسي لا يدور في غرف مغلقة ولا ينعزل بحال من الأحوال عن حركة المجتمع وما يشهده من تطور، كما لا ينحصر في العضوات الدبلوماسيات فحسب، وإنما تلعب الأم والزوجة والابنة دورا له ذات الأهمية. فدائما ما يحتاج الدبلوماسي إلى الرفيقة الداعمة لمهامه من أجل رفعة هذا الوطن في الداخل والخارج. ويحرص الجهاز الدبلوماسي المصري على أن يعكس الوجه الحضاري والمشرف للمرأة المصرية من خلال الدبلوماسيات المصريات التي تمثلن مصر في مختلف دول العالم، ومنهن من تبوأ مناصب قيادية في المؤسسات الوطنية المصرية وأيضا في المنظمات الدولية بالخارج. فكانت وزارة الخارجية المصرية في طليعة مؤسسات الدولة التي منحت للمرأة المصرية مجالا للتقدم والتفوق. فهدى المراسي رحمها الله كانت أول دبلوماسية مصرية تبدأ التدرج الوظيفي من درجة ملحق دبلوماسي عام 1961 إلى أن تم تعيينها سفيرا في العاصمة الإيطالية في بداية التسعينات، كما جاء تعيين الدكتورة عائشة راتب عام 1979 كأول سفيرا لمصر في الخارج كبصمة مضيئة في تاريخ العمل النسائي المصري. نقطة انطلاق كان نتاجها عشرات الدفعات من الملتحقات بالعمل الدبلوماسي والعديد من الدبلوماسيات المصريات التي استطعنا أن تطلعن بمهامهن بديوان وزارة الخارجية والسفارات في الخارج. رجاء الوكيل سفارة مصر في أديس أبابا إثيوبيا. جهان الحديدي سفارة مصر في واشنطن. هبة مصطفى سفارة مصر في القطر. ريهة معمار سفارة مصر في تونس. سلمى مواتي سفارة مصر في كندا. دارين صقر سفارة مصر في سفارة عمان. فنسبة تمثيل المرأة في آخر الدفعات بلغ أكثر من 50%، ليصل عددهن بالسلك الدبلوماسي حاليا إلى 248 عضوة، بزيادة بلغت 33% في الدفعات حديثة الالتحاق بوزارة الخارجية. وننظر إلى كل جيل منهن بكل تفاؤل. الدبلوماسية المصرية الشابة التي تنسج من خيوط ارتباطها بالوطن ومجتمعها الناهض رداء مصريا جميلا يعكس جمال وتقدم بلدنا المتطلع لمستقبل من الازدهار والأمن والرخاء. وإذ تنطلق مصر بقوة نحو أهدافها وفق منهج علمي مدروس، تبقى الدبلوماسية المصرية برجالها وسيداتها جناح مصر المحلقة في سماء العالم، تنقل بصدق ما تشهده مصر من نقلة نوعية في شتى المجالات، وتستخدم كل الدعم الذي تحتاجه البلاد في هذه المرحلة. فالمدرسة الدبلوماسية المصرية وما يتحمله أعضاؤها وعضواتها من مصاعب ومشاق العمل في الخارج في ظروف تضطرهم وأسرهم لتحمل أعباء الحياة بعيدا عن الوطن، ستبقى أحد مشاعل الوطنية في تاريخ مصر الحديث، وضمانة أساسية لمستقبل يضع مصلحة المواطن المصري وكرامته وأمن واستقرار دولته هدفا لا حياد عنه.